الرحمن الرحيم. اولا تنرحبوا بكم، تنرحبوا على وكنشكركم على المهنيه. حنا شركه كابيس، اولا انا حسن السهل الرئيس المدير العام ديال شركه كابيس. شركه كابيس مختصه في انتاج لا برودكسيون دو برودوي دو تريتمون فيتو سانيتير. كنخدموا بزاف في لا سونتي، في الكوزميتيك، في ليلباج، في لابيكولتور وفي لاغريكولتور. شركه كابيس جديده، جايه بشي حاجه اللي هي اون انفونسيون، اختراع ديال اون سوبستونس بيو ناتوريل فيفونت اللي عندها تاثير على الخليه ديال لي ترو فيفون اون جينيرال. دو فيان لانتيغي دو سي برودوي، لانها كتعطي نتائج في بلاصه وكتاثر على لي باثولوجي اللي هما صعابين. الو، بالنسبه للناس دابا اللي كتشوفوا هنا في المعرض، عندنا اقبال مزيان لانه شركه تبارك الله راه جابت دي برودوي اللي هما مهمين، والناس تلقاو فيهم النتائج في البلاصه. كما كتشوفوا الناس دابا كيجيو عندنا كندير لهم لي تيست، هذوك لي تيست كيعطيو النتائج في البلاصه. دونك سكي في اون نيفو دي سوان دو كوزميتيك. حنا جاوبنا على واحد العدد ديال التساؤلات هنا في المعرض بالنسبه للناس اللي جاو اللي عندهم مشاكل مع الفلاحه ديالهم او مع ليلباج ديالهم الماشيه ديالهم. وغالبا شركه كابيس كتجي باش تجاوب التساؤلات ديال الفلاحه اللي ما لقاوش لهم الحل. حنا اون كيلكو سوخت حنا واحد الشركه اللي ربما تجي في اخر المطاف باش كتجاوب على داكشي اللي ما جاوبوش عليها الناس اللي كاينين معنا في المارشي في السوق. اذا حنا كنعتزوا باللي برودوي ديالنا، سوزون دي برودوي ناتوريل اللي ما عندهمش اي عوارض، اي اعراض بليتو. والحمد لله راه الناس دابا بداو الشركه كيعرفوها، ما شركه جديده على الناس. كنحاولوا نوصلوا لهم شركه كابيس ولا مارك ديالها، كنحاولوا نكونوا كما شفتونا كنكونوا في الصباح حتى العشيه هنا باش كنكونوا في راه الاشاره ديال الناس، التساؤلات ديال الناس، وكنحرصوا على تقديم واحد المنتوج، واحد لو سيرفيس في المستوى للناس، على اساس انه لا مارك ديالنا او ليماج دو مارك ديالنا كيهمنا مزيان، وكنحاولوا نكونوا دائما عند حسن الظن ديال الزبناء ديالنا. تنشكركم. تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.